تقول كيف راهن عليهم أبو مدين؟ كان عددهم 75 واحد، 75 شخص، لكن لأنه هو يريد أن يصنع ثورة فلسطينية كان ممكن 75 شاب يظلوا يعني مثقفين عندهم هم فلسطين وعندهم هم كذا كذا وتموت الفكرة بعد حين، لكن هو كان مهموم بأن تنطلق ثورة فلسطينية. قال له طب إيش بدك تعطينا؟ إيش ممكن تعطينا؟ يعني أنت يعني إيش؟ قال له لا لا لا، روحوا أطلقوا طلقة، طلعوا بيان، تعالوا. راحوا عملوا عملية بسيطة جدا يعني لم تقتل أحدا ولا يعني عملية بسيطة، خط مياه فجروه، عملية بسيطة لكنها كانت لها دلالة، لها دلالة، إعلان عن وجود، إعلان عن وجود ناس، ناس فلسطينيين، ناس فلسطينيين حبوا يشتبكوا مع العدو فجاءوا. وكان الرجل عند عهده ووعده كما يكون الرجال الكبار، فتح لهم كل شيء، كل شيء، قالوا احملوا كل ما تستطيعوا، حملوا، بدكم تجيبوا 10 يتدربوا، هات 15، ماذا تريدوا؟